انا حاليا فوق الدبابة الإسرائيلية، اتفرج عليها من جوه. وبعد تاني يوم نزل الشباب، بيت الشباب ده بقى السرير فيه ب65 جنيه في بورسعيد، 65 جنيه في الليلة، وكل واحد بيأجر سريره، بتعرف على ناس جديدة كل يوم. ده الفيو من نزل الشباب، تلاقوا البحر هناك اهو، اتمشى شوية كده البحر في منطقة حيوية حوالين المحلات. ده بيبقى شكل الغرفة، بيبقى فيها دواليب ممكن تحط فيها حاجتك، تقفلها بالقفل بتاعك، بس ما تنساش تجيب قفل وانت جاي. دايما سافر بقفل معاك، سرير على قدك. وفي تكييفات. ناقص بقى كده نفطر، احنا دافعين 65 جنيه مقابل السكن والفطار. الساعة دلوقتي 8 والفطار بيبقى من الساعة 8 للساعة 9 في نزل الشباب بورسعيد. ننزل دلوقتي اشوف الفطار. ما شاء الله استلمت الفطار، عبارة عن فول وشاي ومية، بيضة، مخلل، بصل، جبنة، ليمون، عيش، حلاوة، كل ده مقابل 65 جنيه سكن وفطار في نزل شباب بورسعيد. هو ده بقى بيت الشباب اللي افطرت فيه وسكنت فيه. دلوقتي هنتجه ونشوف بقية البلد. بورسعيد برضو في حاجات كتير قوي لسه ما شفتهاش. دلوقتي انا داخل على المتحف الحربي بتاع مدينة بورسعيد. المتحف ده من المتاحف اللي بحبها جدا. السلام عليكم. المتحف ده هدفه ان هو يوثق الحروب اللي مرت بيها محافظة بورسعيد، منها هي بورسعيد كانت قريبة من حرب اكتوبر. فدي منها دبابات تبع العدو، دبابة امريكية من بقايا الحرب في سنة 73. دارت حرب كبيرة جدا بين مصر ودولة العدو في سنة 73. بعد حرب 67 استولى العدو الإسرائيلي على منطقة سيناء. في سنة 73 جنودنا المصريين دخلوا في سيناء وسيطروا على الضفة الشرقية من قناة السويس. الحرب دي حصل فيها خسائر كتير لإسرائيل ومكاسب كتير لمصر، ومنها إن احنا استردينا أرضنا في سيناء. الدبابة دي أمريكية وهي بتوثق الحرب اللي حصلت، وان امريكا كانت بتدعم اسرائيل عشان تسيطر على الارض المصرية. امريكا دايما داعم لاسرائيل، وواضح من شكل الدبابة ان هي من ورا هنا، ده مكان المحرك، ده يعني بيزك في اي دبابة، ده بيبقى دايما مكان المحرك، ده بيبقى اكتر نقطة ضعف في الدبابة. ده لو اتضرب خلاص كده المحرك وقف والدبابة وقفت. طبعا بتتميز نوعية الدبابة دي عشان هي دبابة امريكية، طبعا كان فيها تفوق تكنولوجي عالي بسبب ان احنا عملنا الحرب دي في وقت ذكي جدا، وبسبب الخطة الذكية بتاعتها قدرنا نمنع اسرائيل من ان هي تسيطر على سيناء. بعد حرب 73 بقى لينا قوة وبقى لينا وزن، وبقينا نقدر ندافع عن نفسنا ونقول احنا معانا سلاح، احنا عملنا حاجة. فإسرائيل للأسف ما بتسمعش للسلام وبس، يعني كان لازم معاها سيطرة بالقوة. أي دبابة بيبقى فيها برضو الماسورة بتاعتها، بتلاقي فيها
الشقوق دي، الشقوق دي بتبقى حلزونيه في اي دبابه علشان تساعد على ان القذيفه تتلوي في الجو، يعني تلف كده في الجو وتنطلق بمسافه اطول. حته الخربشه البسيطه دي بتساهم في ان القذيفه توصل في المكان بدقه عاليه وتوصل مسافه بعيده. ده جزء من طياره شكله الجناح، حطام لطائره فانتوم، واضح ان هي تبع العدو. دي طائره ميج 15، طائره ميج 15 استخدمها الجيش المصري في السيطره على الضفه الشرقيه من قناه السويس علشان نسيطر على سيناء. كنا محتاجين طيران قوي، وكان الطيران والمدافع هم اللي بدأوا المعركة علشان نبدأ نعبر من الضفة الغربية لقناة السويس للضفة الشرقية. هو مكتوب ان دي طائرة استطلاع، بس انا يعني شايفها شبه الدرون، مش عارف هي استخدمت في الحرب ولا لا، بس شايف ان هي استطلاع فقط يعني لغرض التصوير. ده مدفع، القطر بتاعه 155 ملي اسرائيلي، تابع للجيش العدو. المدافع دي كانت موجودة موجهة من الضفة الشرقية لقناة السويس للضفة الغربية لقناة السويس، ودي مكتوب عليها ان هي قذيفة اسرائيلية. مش عارف بقى القذيفة دي تبع المدفع ده ولا لا. دي اسلحة خفيفة، او معرفش بيسموها خفيفة ولا لا، دي زي البازوكا تتشال على الكتف، دي ممكن تضرب بيها اي حاجة مدرعة. يعني ده قاذف بتاع صاروخ، الصاروخ عشان ينطلق محتاج ده. استخدم في حرب اكتوبر عشان نسيطر على الضفة الشرقية من قناة السويس. عشان نسيطر عليها كنا محتاجين دايما منظومة دفاعية جوية. المنظومة الدفاعية الجوية دي كانت عاملة زي مظلة حماية لأي حد من المصريين يدخل الضفة الشرقية لقناة السويس. كنا مستخدمين مجموعة اسمها مجموعة سام، هي مجموعة روسية. طبعا التسليح المصري كان تسليح روسي، وكان التسليح الإسرائيلي كان تسليح أمريكي. ده أحد رادارات مجموعة سام، وده صاروخ سام، وواضح جدا الصاروخ حجمه كبير. وتحت هنا اهو ده الجزء القاذف، هو ده اللي بيحرك الصاروخ. المجموعة كلها بتتحرك 360 درجة، وليها قاعدة الارتكاز عشان تثبت. القاعدة دي بتثبت في الأرض قبل الإطلاق. أنا حاليا فوق الدبابة الإسرائيلية، اتفرج عليها من جوه. ده بوا كبيرة قوي. هنا بقى المخزون بيدخلوه. انا حاليا فوق المحرك بتاع الدبابة، واضح ان هو هنا نظام التبريد بتاعه. وده زي ما بقول لكم ده القلب بتاع الدبابة، ده اضعف حتة في الدبابة، لو اتضرب الدبابة هتقف. ده شكله السيريال نمبر بتاعها. ده الماسورة بتاعت المدفع بتاع الدبابة. طبعا دي اجهزة القياس. بس حلو السواق ده لما بيقعد في الحتة اللي قدام دي عشان يبقى شايف الطريق. ودي فتحات الرؤية، ودي فتحة للرؤية تانية. السواق دايما بيقعد هنا، دي الفتحة بتاعت السواق. السلام عليكم.
البدايه احب ارحب بحضرتك في متحف سيد الحكم. المتحف ده تم انشاؤه عام 1964 بامر من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هديه لشعب بورسعيد لمتصدر عيون الثلاثه على مصر عام 56 الى جانب الجيش المصري. كلمه بور كلمه فرنسيه معناها ميناء، وسعيد اللي هو سعيد باشا لمصر. مدينه ستالينجراد في الحرب العالميه الثانيه عملت مقاومه ضد جيش هتلر النازي بتشبه مقاومه اهالي بورسعيد في التصدر لعيون الثلاثه على مصر عام 56. بسبب تشابه المقاومتين ادونا تمثال ده هديه، نسخه مصغره من النسخه الاصليه اللي موجوده في ستالينجراد. اما التمثال اللي بعد كده من اهم التماثيل اللي موجوده في المتحف لانه بيوضح مدى تلاحم وتكاتف الفدائيين من اهل مدينه بورسعيد الى جانب الجيش المصري في التصدي لعدوان الثلاثه على مصر عام 56. ده تمثال للمهندس الفرنسي فريدناند ريسيبس صاحب فكره قناه السويس واللي زار مصر مرتين. العقد بينص على ان الشركه هتاخد 56% من الارباح، بس بعد كده الشركه غيرت النسبه لحد ما بقت 85% لصالح الشركه و15% بس لصالح مصر. وبعد سياسه الاقتراض اللي اتبعها الخديوي اسماعيل ومن بعده الخديوي توفيق، نسبة مصر الضئيلة 15% بقت تذهب للبنوك الأجنبية سدا للديون المصرية. اللوحة دي بتوضح كبير المهندسين في الشركة بيعرض فكرة ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر على سعيد باشا للمرة الأولى. كان عدد سكان مصر في الوقت ده 4 مليون شخص، شارك منهم في الحفر على مدار 10 سنين مليون شخص. ومات منهم 125 ألف شخص بسبب سوء الرعاية الصحية وانتشار بعض الأمراض الوبائية زي الجدري والكوليرا والطاعون. نختم المتحف بأعلام الطفرة الرئيسية للقوات المسلحة المصرية. العلم الأول للدفاع الجوي، والثاني للقوات الجوية، والثالث للقوات البحرية، وأخيرا علم القوات المسلحة المصرية. لو نزعنا السفينة يبقى علم جمهورية مصر العربية. بكده تكون انتهت الجولة. وحضرتك عندك استفسار اتفضل. متشكر جدا ليك يا أستاذ محمد. شكرا لك يا فندم على الجولة الجميلة دي، وأنت يعني أكيد اختاروك بعناية. شكرا. يعني عملوا تدريبات كتير لناس كتير واختاروك أنت صح؟ شكرا يا فندم، من حسن حظك بس. من حسن حظي إن أنا شفتك فعلا. أنا أشكر محمد جدا على شرحه، والمكان انبسطت منه. أنا بحب الحاجات العسكرية، معلومات العسكرية بحبها. أنا حاليا وصلت لميدان المسلة. أنا على أعرفه إن الحمام في مصر الناس بتاكله، أول مرة أشوف حمام محدش بياكله. كل ده حمام في ميدان المسلة. تقولي مجمعكوا هنا. أنا دلوقتي مع أحمد الرفاعي. عند إيه بقى؟ عند البالة. عند البالة. وده ورانا إيه؟ ده سوق البازار، وفي ورا سوق السمك وراك كمان. ماشي. احمد دلوقتي هيوريني الاسواق اللي موجوده في بورسعيد. يلا. سوق البالة ده بيبقى عباره عن ملابس اوروبيه وملابس مستعمله جايه من بره باسعار مخفضه. التجار اللي هنا بيشتروا البالة، هي بتبقى حاجه زي شوال او صندوق مقفول كده، يتفتح يلاقي فيه بقى ملابس تعجبه ما تعجبوش، هو هيشتريها زي ما هي وخلاص. صح. وبتيجي تتفتح وتتعرض هنا بقى. بص البنطلونات دي بحب انا البناطيل دي. شكل بس طيب. تيجي على قد ده. رحنا لسوق السمك. يعتبر سوق السمك ده اسمه سوق السمك النموذجي، علشان هو معمول بطريقه نموذجيه نظيفه، شكلها كده ايه حلوه، ما تحسش سوق كده، تحس انك داخل فندق. سوق السمك شايف النظام. حبيب انضف. البطاطا دي تبع جري. دي المطاعم؟ من فين مطاعم بقى؟ لسه مطاعم فين؟ خد الساعة. حلوة السيوف دي، أول مرة أشوفها.
هو تيم موسى برضه هيك في لوجه واحد وين بطل بطل خلصت وطلع بره مصر ايه بلد مستنى عمي يا باشا حبيب دي اسمها أكلة الكاساتا وهي عبارة عن آيس كريم أو تورتة آيس كريم بتبقى مجمدة جدا وده بيبقى شكلها القطعة الواحدة منها بعشرة جنيه هو سلسبيلة ده أشهر واحد بتاع الكاساتا في بورسعيد ودايما أي حد يجي بورسعيد لازم ياكل كاساتا من سلسبيلة ده لب بطيخ؟ ده لب بطيخ ده ايه ده؟ ده سنوبر سنوبر ده ايه ده وده ايه ده؟ ايه؟ ده لوز مدخن لوز مدخن؟ أول مرة أسمع عنه هذا ممتاز قوي في خلطة كده جايبها لي ب 50 جنيه مثلا؟ كواليتي بصراحة عالمي سوداني وطبعا مرمش ريزبي من البربيكيو جبنة كاتشب شطة ملح تسلم يا حبيبي مكسرات في منها السادة ده ايه ده ايه ده ده لب ابيض مقشر في منه جربة السادة وفي منه البرد المقشر ده في منه اطعمة كتير في منه جبنة مدلعنا خالص رايحين رايحين يعني رايحين اسم العيلة بس اه بس كريم ان شاء الله المحل ده اكتشاف لأول مرة اخش اصلا معاك لا بس جامد شوكولاتة بالقهوة في عندي دارك وميلك ووايت يعني احنا شربها لا لا دي بتتاكل لو انت ما بتحبش القهوة جميل قوي جميل عليه اسمها حليب زبيب بهني الجمل حليب مميزه جدا برضه نوع جيلاتي لا ده ايس كريم ايس كريم بس حليب واحد حلو قوي تسلم ايدك يا حبيبي تسلم ايدك ليه بقى؟ يعني بيتكلم كتير بيفهم الزبون اه مش بيريح دماغه عايز اقول له كده بس محروق بصراحه لا هو ما شاء الله عليه المحل فخامه المحل اه الحته دي انا ما كنتش عامل حساب ان انا اجي يعني بصراحه بس عجبني انا اتفضل هو المحل عند جامع الشاطئ عند ماكدونالدز حتة مشهورة يعني الناس التجريبية بقى أقول رجعت تاني لشط بورسعيد عشان أقابل أحمد العشري ازيك يا أحمد العشري ازيك عامل ايه يا حبيبي في قلب المعسكرات بتاعة الجنود في الأوقات الطويلة والانتظار الطويلة كانت هي الحاجة اللي بيحمسوا بقى نفسهم عشان يفضلوا موجودين وطبعا هي برضو يعني في السلم هي اصلا آلة زي ما احنا قاعدين كده على مركب لو احنا بنصطاد ولا حاجه دي برضو بتبقى من ضمن الحاجات اللي بتسلي الصيادين في الفترات الطويله اللي هم بيبقوا بعاد عن اهلهم وكمان حجمها صغير اصل السمسميه خمس اوتار خمس اوتار اصلها دي متصنعه في القاهره ولا فين دي متصنعه هنا في بورسعيد في بورسعيد عندنا صانع شاطر جدا اسمه محمد غالي العرب الموسيقيه يعني انت مثلا بتعزف اهو ده مقام الراست مثلا لو انت عايز تغير مثلا فانت بتعزف من قدام وبتلمس واحد من ورا ده كده مقام نهاوند اوه صوتها حلو قوي هي صوتها جميل وهي اسمها النداه بتنده نداها Hey, oh.